جديدة من برنامج هنا وعافية، أجدد لقائي بأحلى متابعين ومشاهدين. مرحبا بكم في مطعم كيتشن 6 في جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي مع الشيف يوسف اللي بيعرفنا بوجباتنا لليوم. شيف ايش حالك، شو اخبارك؟ هلا الحمد لله، شو اخبارك؟ شو عندنا اطباق لليوم؟ اليوم عندنا كفتة الجمل بالصينية. كفتة اليمل بالصينية اللي هي لحم الحوار. لحم الجمل مع البندورة والبصل والبطاطا. انزين، وعندنا الطبق الجانبي عندنا سلطة الجوز والرمان. سلطة الجوز والرمان احبها السلطة. وعندنا الحلويات اللي هي القطايف العصافيري. قطايف العصافيري اللي ما اعرفها وبشوفها اليوم لاول مرة مع المشاهدين معك ان شاء الله. لكن قبل كل شيء شيف ابغى اسالك، بالنسبة للحام الحوار اقدر القاه في اي مكان ولا؟ لا، موجود بالسوق. زين، انا بشوف في جولتي، اذا ما لقيته بتكون مهمتك. خلاص انا بجيب. خلاص اذا خلونا انا وانتم نطلع فاصل، نروح السوق نجيب المواد اللي يبغاها الشيف ونرجع لكم مره ثانيه في المطبخ. وصلنا الحين السوق علشان نجيب مكونات طبختنا لليوم، وهي مكونات جديده علينا نوعا ما. بنحتاج اول شيء لحم اليمل او الحوار، وهالنوع من اللحوم صعب نحصله في الاسواق العاديه، عشان كذي بخلي الشيف يجيبه من الاسواق المخصصه له. خلونا الحين مع بعض نجيب باقي مكونات طبختنا لليوم. الحوار عندنا يستخدم معالجة أنواع كثيرة من الأمراض. يستخدم أول شيء في معالجة الحمى الربيعية وآلام الكتوف، وفي إزالة النمش، وأيضا في عرق النسا، وفي حالات الربو وعتمة العين. من هنا بناخذ الرمان أو اللي يطلقون عليه السوبر فروت، وسموه بهالاسم لأن الرمان له قدرة عجيبة على إيقاف نمو الطبقة الشحمية الموجودة في البطن واللي نسميها النيبة. وفي نفس الوقت بعد يساعدنا الرمان على انخفاض ضغط الدم. ومن المكونات الأساسية في سلطة الجوز الفلفل البارد أو الفلفل الحلو، بناخذ منه اللون الأخضر والأحمر حسب توصيات الشيف. ومن هنا بناخذ البطاط المتروس بالكربوهيدرات. ومن هنا باخذ الجوز اللي يحافظ عندنا على رطوبة البشرة ونضارتها. وعشان يكتمل سويتنا بناخذ من هني الجيمر واللي هو القشطة، هو عبارة عن مادة مكثفة لذيذة ومعقمة في نفس الوقت. ومن مكونات طبق الحلويات بعد عندنا هني الخميرة اللي تساعد العينة انها تنتفش، وبعد بنحتاج الطحين او اللي هو الدقيق الابيض. بما اني من محبي الرمان حاولت اني اخلص جولتنا لليوم بسرعه، لاني بصراحه مستعيله ابغى اشوف طريقه تحضير سلطه الجوز مع الفلفل والرمان، فخلوني اروح احاسب على الاغراض وانتم خذوا لكم فاصل وبنرجع نتلاقى من عقبه في المطبخ. رجعنا لكم مره ثانيه في مطعم كيتشن 6 في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي مع الشيف يوسف اللي بيقدم لنا اليوم كفتة اليمل بالبطاط، قلت لي ولا بشو؟ بالبطاط والبصل والبندورة. بالبطاط والبصل والبندورة. شوف شو المكونات اللي بنحتاجها لليوم. أول شيء لحم جمل مفروم الناعم، بعدين بقدونس، بهار حلو اللي هو الفلفل البارد. أيوة حلو. بعدين البهار الأسود، ملح، رب البندورة، بصل ناعم، بندورة مقطعة، بصل وبطاطا. وما خاب ظني مثل ما توقعت اني ما بلقى هالنوع من اللحم، وجبته انت وفرته لنا مثل ما احنا شايفين، بس غاسلنا وفارملنا صح؟ بس مفروم، مغسول ومفروم، مو مضاف لاي شيء؟ لا. اذا بتكون عندنا اول خطوة في كفتة اليمن هو منتبل اللحمة. هاي نتبل لحمة الحوار. البزار اللي بنضيفه هو القرفة واللي يبناه؟ ايوه هو الفلفل والبهار الحلو. والبهار الحلو. بنضيف شوي من البهار الاسود، وبعدين البهار الحلو. وبنضيف شوي من البقدونس. وبنضيف شوية بصل ناعم.
وبنخلطها مع بعض لحتى كل المواد تتماسك مع بعض. شيف، بالنسبة للحمة الإبل اللي عرفت أنها وايد مهمة بالنسبة للناس المتقدمين في السن أو في العمر، لأن تعوضهم بالأحماض الأمينية اللي تحتوي بالأخص على مادة الجليكوجين اللي تنقلب عقب الجلوكوز في الجسم وتكون عندها عملية الاستقلاب سهلة جدا، صح الكلام؟ صح الكلام. كمان هو اللحم قليل الدهن، لأنه الدهن بالجمل أكثر شيء بتكون بالسنم، فمفيد كمان إذا للرجيم أو شيء، فلحم الجمل مهم كثير. أكيد إنه قليل الدهن. دهونة قليلة وسعرات الحرارية قليلة، والبروتين عندنا مركز ومكثف فيه. بعد ما ندعكها ونضيف الملح، دائما الملح للحم الجمل، لحم الجمل بياخذ ملح أكثر. ليش؟ من باقي اللحوم. ليش؟ هو طبيعته لأنه بيكون ما فيه نسبة مي عالية. أها. فبتلاقيه بياخذ ملح أكثر بيمتص. ما في كمية مي وايد، فبالتالي ما بيتشرب الملح وايد. ما بيتشرب الملح وايد. هلا بعد ما نخلص بنحط اللحمة في الصينية. بس بنمدها بشكل متساوي. إذا نبدأ عندنا نرقق عينة اللحم المفروم في قاع الصينية اللي بندخلها الفرن. وعندنا بعد لحم الإبل غني وايد فيتامين سي، المهم بالنسبة للجسم عشان يعوضه بالفيتامينات والألياف المفقودة. بعدين بعد ما نخلص اللحمة بنصف شرائح البصل. بنرص اللحم أو بنضغطه بشرائح البصل اللي عندنا، والبصل الأحمر بالذات. أيوة. بعدين بنحط شرائح البطاطا. شايف البطاطا أنت نقعنا في ماي ولا شو؟ منقوع بماي بس. بدون خل بدون لا شيء. بدون خل بدون شيء. ونضيف شرائح البطاطا فوق البصل. بعدين بنضيف شرائح البندورة. إذا شفت كذي ما بينضع عندنا اللحم أسرع من الخضار اللي فوق؟ البطاطا اللي عارف إنه ياخذ وقت لين ما ينضع. لا، هيدا لأنه على البخار بنحطها بدرجة حرارة 160. يعني ما بندخلها بالفرن، بنحطها. لا بندخلها بالفرن، بس الفرن بيكون بخار. بخار مع حرارة. مع حرارة. بعدين بنضيف شوي من رب البندورة. اللي هو معجون الطماط. معجون الطماط. نضيف عليه شوية بهار. بالنسبة لمعجون الطماط، أكدت الدراسات أن كوبين يوميا من عصير الطماط يمنع عندنا هشاشة العظام. بنزيد عليهم شوية مي. إذا نضفنا هنا معجون طماط زائد ملح زائد البهار الأسود والبهار الحلو، الفلفل الأسود والفلفل البارد وشوي من المي، ونخلط المزيج مع بعض لين ما يذوب عندنا المعجون في المي. نلاحظ أن المعجون تحلل. بيتحلل بالماء، بعدين نسكبه فوق الخضروات. أيوة. نحاول نوزع الصوص عندنا كمية متساوية بحيث أنه ينزل عندنا القاع الصينية. بعدين بندخل الفرن لمدة 40 دقيقة. 40 دقيقة في الفرن. على درجة حرارة 160. 160 درجة مئوية. إذا عندنا هني ندخل الصينية على درجة حرارة 160 درجة الفرن، ونخليها لمدة 40 دقيقة، لكن بالتأكيد الشيف عندنا مجهز لنا طبق من قبل. أكيد. حدخلها بالفرن وأجيب الطبق. هذا هي. إذا هذا هو عندنا الطبق عقب ما بشرناه من الفرن. هذا هو كفتة لحم الجمل. الكفتة بتصير تصغر، تخلص حجمها، تتخلص بالحجم. هي بروحها صينية صغيرة، بعد يتخلص حجمها. بعدين بنشيله. شكلها كيوت وأنيق، ونضيفه في طبق التقديم. ونضيف عليها شوي من الصوص لهون. بالنسبة لصوص الطماط، شيف اللي يعرفه انه ينظف عندنا الكلى ويريحها، وبعد مفيد للناس اللي يتابعون دايت، لانها والناس اللي عندهم مرض السكري، لانها فيها كمية قليلة من الكربوهيدرات تساعد على تخفيض نسبة السكريات في الجسم. بعدين بنزينها بأوراق البقدونس. أوراق البقدونس هذه؟
تفضل. شف تعرف ان قبل في الطب الشعبي كانوا ياخذون معجون الطماطم او نفس الطماطم يهرسونه ويحمسونه ويا الزيت على النار وعقب يحطونه على المفاصل كان يعالج امراض التهابات المفاصل والروماتيزم. هذا الطب صح تنوار. وهذا هو عندنا الطبق الاساسي كفته اليمل بالصينيه ولا شو اسمها كفته الجمل بالصينيه. كفته اليمل بالصينيه صارت عندنا جاهزه ومثل ما قال الشيف صحتين على قلوبكم. خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم من عقبه بالسايد اوردر. واخيرا وصلنا في مطعم كيتشن 6 الفقره اللي اترياها من متى في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي. شيف يوسف انت وعدتني اليوم بتقدم لي سلطه الجوز مع الرمان والفلفل صح؟ صح. بما انها سلطتي المفضله وانا اترياها من متى واستعيت في السوق عشانها خلينا نبتدي فيها على طول بعد ما نعرف المكونات. طيب اول شيء هي فيها الرمان حب الرمان الجوز الفلفل الاخضر والاحمر حلو الملح البقدونس المفروم بصل ابيض المقطع والبندوره وفيها زيت الزيتون وعصير الليمون وصوص الرمان. صوص الرمان يعني حب رمان وصوص رمان. واول شيء بنسويه بنخلط المكونات مع بعض. زين اول شيء شيف ممكن اسالك ليش حاب صحن الرمان بعيد عني؟ لانه انت المخرج قال لي انك بتحب الرمان فبعته عني. هذه معلومات خاطئه تسربت لك ما علينا. اول خطوه بنضيف عندنا البصل الابيض المقطع قطع صغيره. ايوه ممكن اللي بحب البصل الاحمر بضيف بصل احمر مش شرط يعني ابيض بس اللي يعرفه او المتعارف عليه ان البصل الابيض هو الاكثر استخدام في السلطات. هذا ممكن في ممكن تضيف البصل الاخضر كمان الاخضر في السلطه. اوكي بعدين بنضيف البندوره بعدين الفلفله ممكن خضراء حمراء صفراء ممكن بس خضراء اللون اللي انت تبيه. بعدين نضيف الرمان بس ما تمد ايدك عليه. لا ما بمد ايدي لا تحاتي باخذ الصحن بكبره عقب ما تخلص. بعدين نضيف البقدونس. عندنا البقدونس المفروم. المفروم. بعدين نضيف الجوز. الجوز مثل ما قلنا فيه هذا الجوز مفروم مشبعة. تساعد على حرق الدهون المتراكمه من قبل في الجسم. بعدين نضيف شويه ملح. بعدين نضيف عصير الليمون. بعدين نضيف صوص الرمان. الرمان. بعدين نضيف زيت الزيتون. وكذي صارت عندنا سلطه شبه جاهزه. تفضلي انت اخلطي. انا؟ اه انت نعم. شوف انت شو اكثر نوع من السلطات تفضله؟ هي سلطه الجوز والرمان. يعني تقلدني ولا كيف؟ لا ما اقلدك بس هذا الواقع. بنبتدي هني عندنا خلط المكونات في الطاسه او في المله. بسم الله. نلاحظ ان لون دبس الرمان البني. ايوه. بدا يغطي على الوان باقي المكونات. نقدر اذا بغينا حتى نزيد الرمان صح؟ حبات الرمان اقدر ازيدها مع الكماره؟ تقدري. مشكور. وكذي صارت عندنا السلطه جاهزه. سلطه لذيذه وصحيه. بنحطها في صحن التقديم بهالطريقه. ايوه ما يبالها وايد بعد المواد كلها سهله ومتوفره. خلاص حرام خلينا نخلي المخرج شوي. طيب اعطينا كم عرق من النعناع. نعناع للتزيين. تفضل. ما
هذه السلطة. وكذي صار عندنا طبقنا الجانبي اللي هو سلطة الجوز بالرمان والفلفل جاهز. خلونا مشاهدينا ناخذ فاصل ونرجع لكم من عقبها مع بعض في فقرات السويت. قطايف عصافيري هي سويتنا لليوم، وهو طبق جديد نوعا ما علي وعليكم، لكن الشيف يوسف من مطعم كيتشن 6 في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي بيعرفنا بطريقه تحضير هذا الطبق وبيعرفنا بمكوناته بعد. اذا مكونات الشيف عندنا هي عندنا الطحين وعندنا السكر وعندنا القشطه وعندنا الفستق الحلبي وعندنا ملح وعندنا الخميره وعندنا المي وعندنا شرايح الليمون. عندنا شرايح الليمون هذه للقطر، وهذه عجينه انا عملتها جاهزه لانه العجينه لازم تضل ساعه لتختمر. وهناك عندنا قطر جاهز كمان لازم لازم يكون بارد، فراح نعمله وبعدين نستخدم البارد. هذا الاختراع شو؟ هذا هو زيت مشان ما تلصق العجينه. الحين هذا زيت سبريت. ما كان زيت؟ زيت شو، نباتي ولا حيواني؟ هو هذا زيت نباتي. نباتي؟ زين اشمعنى يحطونه كذي بهالطريقه؟ شو هالتكنيك اللي تكلمنا شوي عنه؟ هو التكنيك انه بيعمل سبراي، يعني ما في داعي انه بيضل ما بيضل زيت يعني كثير. الميزه اللي تميزه شو هي؟ الميزه اللي تميزه انه ما بيلزق شيء، بال هالنوعيه من الزيت ما تخلي عندنا العينه او السويت او الطبخه تلتصق بقاع التاوة او التاوة. الجدر. ايوه. زين نقدر نلقاه في اي مكان ولا؟ موجود في السوبر ماركت. اسمه كارليكس، كارليكس سبراي. ايوه. أول شيء عندنا هنا بنحضر في الملة اللي هي مكونات العجينة. نعمل العجينة، بنحط الطحين. شو كمية الطحين اللي بنضيفه؟ هذول 200 جرام. 200 جرام من الطحين. طحين أبيض رقم واحد. وبنحط 25 جرام من السكر. السكر الأبيض الخشن. وبنحط 5 جرام من الملح. 5 جرام من الملح. وبنحط 5 جرام من الخمير. بس بعدين بنضيف المي. نضيف عليها المي اللي هن 100 ملل. 100 ملي لتر. مي دافي صح؟ لا مي عادية أو مي دافي. ونبتدي عندنا تحريك المكونات مع بعضها لين ما تنسجم عندنا وتصير سائلة. شوف بسألك شوي عن هذا الطبق اللي هو سويت العصافير، ليش اطلقوا عليه هذا الاسم؟ شو العصافيري؟ ليش يعني؟ هو اطلقوا عليه انه عصافيري انه القطايف تيجي حبتها صغيرة مثل العصفور. عشان هالتاكيت عصافيري. ايوه. انزين شوف بعد عندي سؤال، بالنسبة لهذا الطبق شو اصوله؟ هل يعتبر هذا اصله من المطبخ الشامي؟ يعني المطبخ الشامي. نلاحظ عندنا ان العينة بسرعة صارت عندنا لكود او سايلة. نضيف شوية مي بعد. انت تبغاها كذي رخوة صح؟ يعني مو بالمطلوب منا ان نخليها متماسكة او غليظة. لا هي لازم تكون رخوة او سايلة. هيدي بس تنترك لمدة ساعة لتختمر. نخليها لمدة ساعة لين ما تختمر. هيدي هيك بتكون جاهزة. خليني انا احركها على ما طبعا الشيف عندكم مجهز لكم العجينه مختمره، وهي مثل ما انت شايفه بتكون رخوه. زين وهلا بنبدا بتحضير القطر. اعطيني المي اللي هو الشيره. ايوه. وهذا المي. شو كمية المي اللي بنضيفها في الجدر شيف؟ هذول بنضيف 100 ml وبنضيف 200 جرام من السكر. 200 جرام من السكر. شيف لازم يعني نسوي الشيرة، ما نقدر نستبدلها بعسل ولا دبس.
تقدر تشتغلين بعد بعسل او دبس، لكن اصولها انها اصولها انها الشيره. اعطيني المعلقه هاي الصغيره. تفضل. بعدين بنحركها. ونحرك عندنا الماي ويا السكر لين ما يذوب السكر او يتحلل بشكل نهائي في الماي على درجه حراره مرتفعه شوي. بعدين بنضيف عليها طرنش من عصير الحامض. شو نضيف عليها؟ طرنش من الحامض. يعني سلايس. سلايس. تفضل. بنخليها تغلي لمدة 15 دقيقة بعد ما تغلي. نخليها لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 90 مئوية. على درجة حرارة 90 لتغلي. هلا بنباشر بعمل عجينة القطايف. شيف عفوا قبل ما ننتقل للخطوه الثانيه، عندنا هني الشيره نقدر نحط لها عصير ليمون فريش، نقدر نحط شرايح سلايس حسب رغبتك. انزين وهني بنبتدي بتكوين او تحضير عينه الزباير. تبغى ماي؟ اعطيني. لا اقلب المحقنة. هذه آلة العصر عندنا. ايوه. نسكب العجين فيه. عطني البريك. تفضل. بعدين بنصير بنحمي المقلاية. هون هاي بلشت تغلي. رشيتها بالزيت ولا؟ رشيتها انا قبل بالزيت. رشينا هناك التاوة بالزيت. هني عندنا الماي، ماي الشيره بدا يغلي، بس ننتظر لتسخن المقلايه شوي. ومنباشر بسكب العجين عليها. شوف خلني انا احطه واسوي. طيب تفضل. بس خلنا اول شيء بشوف ايش قاعد تسوي علينا وعقب انا بسوي. طيب اللي عقبه. هني الماي شو بنسوي بقى؟ بس بتضل بتغلي هلا لتصير قطر لمدة 15 دقيقة بدون ما نغطيها. لا لا ما في داعي تغطي. شوف بالنسبة لهذا الزيت هو نفس الزيت اللي نستخدمه مثلا زيت النباتي او ال هو نفسه، بس هذا كمان خالي من الكوليسترول. ما في خالي من الكوليسترول. ولاحظ انك رشيت يعني رشيت كمية وايد قليلة. قليلة كمان دهون. كمان ما في دهون. كمان خالي من الدهون. يعني نقدر نقول عنها زيت صحي 100%. هلا بس تبلش تستوي بيكون بتغير لونه من الابيض الى الاسمر. بس تبلش تستوي فعلا نلاحظ انها بدات عندنا اول شيء الاطراف تتغير من الابيض لشوي هو الاصفر. ايوه او البيج. هذه بتكون استوت. صارت عندنا كذي. ممكن تعطيني صحن ابيض؟ شوف كيف اقدر اتاكد يمكن من الداخل بعدها نيه. لا هلا منا لي اذا لاحظتيها اذا قلبتيها حتكون فيها فتحات. صدق والله مستوي عدل. هذه بعد تبى شوي اذا تلاحظين بعد في ابيض. يعني انا اقدر اعرف من خلال اللون. من خلال اللون خلاص تغير لونه كامل. وبعد نلاحظ يوم تنبعدنا بشكل كامل تتكون لنا فتحات او مسام صغيره. شو خلينا الحين اسوي؟ طيب تفضل. بس شوي اعطيك زيت. يعني كل ما احس ان الزيت بدا عندي ينشف او يجف اضيف شوي. ايوه بس. بس؟ نعم. شنها عوده شوي؟ بعد شوي؟ بس. خلص هذه استوت فيك تشيليها. هذه نقدر نقول عنها قطايف عصافيري. ايوه. هذه قطايف مروشية بس بعدها ما نضج. ازيد هناك ولا؟ لا خليك شيليهم بالاول عشان تعمليهم ثلاثة اصغر. هلا بتعمليهم قطايف عصافير. شيف بالنسبة لهالقطايف شو بنحشيها؟ هاي فيكي تحشيها هلا بقشطة بس، وبعدين بعد القشطة بنحط الفستق الحلبي.
كذي نضبط صح؟ كذي نرجع. فعلا نلاحظ انه نقدر نتعامل معاها بكل سهوله بدون ما تلتصق. ازيد شيء؟ ايوه بس بعد سبراي. هلا بس خلي ايدك جالسه وانت عم تسمع. ايوه ايش رايك؟ بس هذه اوكي. هذه اوكي. لا شايف وايد ناس يخافون انهم ياكلون من الجيمر، يتحسبون ان الجيمر بما انه مثلا حليب مكثف ولا يعني فيه نسبه كبيره من الدهون والسكريات، الا ان الجيمر بالذات يحتوي على دهون مشبعه، فهالشيء يخليه حتى يحرق عندنا الدهون المتراكمه قبل في الجسم، يعني يساعدنا على تنزيل الوزن. تنزيل الوزن بس مو باي جيمر بعد، لازم يكون جيمر فريش. هذا فريش. شايف عقب ما نخلص خليني اسوي حرفي. ممكن بس كيف تبين تحشيني؟ بنبقى على طريقه، ايش رايك؟ طيب بنجرب. طيب خلص شيء. خلاص. اضيف هناك؟ ممكن تضيف. ممكن سبري ما عليك مره؟ خلاص عاد تعلمنا السبري. واحدة، ثنتين. ثنتين. ثلاث. هاي. نلاحظ ان عقب ما نضيف العينه في التاوة الحاره تتمدد عندنا وايد ويصير حجمها اكبر شوي. هذا شفتي بلشت جاهزه عندنا؟ جاهزه تقريبا. شوف كيف نقدر نتحكم بكثافه الشيره، نخليها مثلا اذا بتزيدي السكر. السكر كل ما زدتي سكر تمسك. يعني انت هني متعمد انها تكون الشيره عندك خفيفه؟ لا هاي بتكون خفيفه، ما بتكون سميكه كثير. حلو، لاحظ ان هني عندنا هذه نبات. ايوه. شوف نسدنك ولا تبغى بعد؟ لا ابى بعد ثلاث. بعد ثلاث؟ خلاص ما شاء الله. بعد ما نسوي الثلاث بعدين بنبدا بعمليه الحشي. شايف انزين شو رايك على ما تنضى هالحبات عندي واسوي الحبات الثانيه بما اني تعلمت على هالطريقه او هالتكنيك؟ خل انت هني تحشي. طيب انا ببلش خلاص. ما عليك مرة، ممكن أنا بعد؟ أكيد. عطني إياها عنك. وتفضل الحين احشي لنا القطايف. خلاص هذول استووا. هذه جاهزة. هلا بنبلش بنسكره من طرف. نضغط على الاطراف، على طرف صوت. واحد هي. والطرف الثاني نحشي في القشطة بحيث يكون مخروطي مفتوح من زاوية ومسكر من الزاوية الثانية. هذي عندك بعد جاهزة. اسوي لك بعد شيء ولا خلاص؟ لا خلاص. اذا بسوي حرفي. اي سوي حرفي. ممكن سبراي بليز؟ اي اكيد. هذه هي. تفضل. هذا شو حرفك؟ ام؟ حرف الام، يعني شو اسمي؟ فاطمة؟ اسمي مروة. فكرت غيرتي اسمك لعصافير. حلو
بعد فكرة حلوة عشان نتجنب الملل نغير أسامينا. شفتي كيف؟ تحشي؟ سهلين. هذه بنسكرها من طرف. ايه. بنحشي القشطة. وشوية الفستق الحلبي. يكون عندي جاثة. تسمح لي أقرب معي الكاميرا؟ ايه تفضل. قلت لي آخذها أسكرها من طرف. من طرف واحد. أضغط على الأطراف لين ما تلتصق عندنا. أيوه. بتكون أصلاً عملية التصاقها سهلة لأن هي أوردي عينة. بعدين. بعدين أضيف في الجهة اللي خليتها مفتوحة. القشطة. أوكي. بعدين تضيفين الفستق. وايد سهلة. إيه وايد سهلة. كذي. أيوة. ولا أزيد؟ أزيد شوي. إيه بس. أوكي. تفضل. الحين. شوف ما عليك مره بس ممكن تعطيني الصحن عشان احط فيه الحلف؟ اه اكيد. تفضل. مشكور كلينكس بس لو سمحت. مشكور. كذي حرفي صار عندنا جاهز. مو بضروري يعني كل انسان يقدر يحط اللي يبغاه حرفه. الشكل اللي يبغاه، لكن نلاحظ كل ما كانت القطعة أكبر كل ما كانت عملية التعامل معها أصعب، بتتكسر عندنا. هلا هدول بعد ما خلصتهم بنجيب الشيرة القطر بنكون بردناه، هذا مبرد ومن ضيف فوقه. عقب ما حشينا القطايف عندنا بالقيمر والفستق الحلبي نضيف على الويه الشيرة بالكمية اللي نحن نبغاها. زين شوف خلنا نلقى طريقة نزين فيها حرفي. ايه تفضل. بحشي هذيلا بحطهم على الداير. اوكي. وانت خلني استفيد من تواجدك معاي وما عليك ما راح تشيلي بلمساتك الحرف. ايه خلص. نلاحظ ان كلام الشيف طلع صح، عندنا القطايف ابدا مو مدهنه ولا متشبعه بالزيت، لان الزيت اللي استخدمناه اللي هو كارليك سبراي عندنا ما فيه دهون او كوليسترول. الله كشخه. عاد هذا الحرف انا اليوم ما باكله، بهدي لك والبقيه في الكاست الفني. تسلمي. الله يسلمك. تبين تحشينهم؟ اوكي. شوف اذا تبطلت عندي مثل هذه شو اسوي؟ ارجع الفها بشكل طبيعي عادي؟ اه ترجع بتلف فيها بتلف. لو ما مسكت؟ تمسك. بس اضغطي علي وبتمسك. اوكي. سوري. خلص. هذا هرفش طلع وايد زين. وايد حلو. كذي صرنا تقريبا شبه جاهزين.
تفضل. وهذا هو سويتنا لليوم مشاهدينا، صارت عندنا جاهزة اللي تتميز بصغر حجمها، بالإضافة الطريقة مشابهة بس نقدر نعتبرها لمسة فنية من الشيف يوسف ومني. وكل حرمة بيت كل شخص يقدر انه يضيف بذوقه الخاص ومزاجه الخاص لمسات خاصة فيه. خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم من عقبة في المطبخ مرة ثانية. أوجه أحلى تحية لمتابعينا اليوم من مطعم كيتشن 6 في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي، مع الشيف يوسف اللي قدمنا لليوم أطباق متعددة ومتميزة. شيف عرفنا وذكرنا بأطباقك لليوم. اليوم عملنا كفتة الجمل بالصينية اللي كان عندنا هو الطبق الأساسي، وعملنا الطبق الجانبي سلطة الجوز والرمان والفليفلة، وعملنا الحلويات اللي هو قطايف عصافيري. الحلويات بالنسبة أول شيء للطبق الأساسي اللي هو كفتة الجمل بالصينية، كيف طريقتها وإتيكيت أكلها؟ بالشوكة والسكين ولا مع عيش؟ هذا بتتاكل ممكن مع خبز أو بالشوكة والسكين. أقدر أكلها مع عيش ولا؟ تقدر تاكلها مع عيش. زين، وبالنسبة للسلطة؟ السلطة في المعلقة. أيوه. علشان ما يفوتني اللي هو دبس الرمان والصوص اللي تحت. مزبوط. وبالنسبة للحلويات؟ هاي فيك تاكليها دغري بإيدك. لأنه القطر. تأكل بالإيد. زهني توهقنا الحين، عندي حرفي كبر شقوق. هذا حرفك تاكلين بالشوكه والسكين. بالشوكه والسكين. زين عيل، خلونا نشوف مع بعض ملخص حلقتنا لليوم ونرجع لكم من عقبه مره ثانيه. أتمنى أنكم قضيتم معنا وقت حلو، وأتمنى لكم أوقات أحلى ووجبات ألذ وطيب. أشكركم على المتابعة وأتشرف بهذه المتابعة وأتشرف تواجدك معنا الشيف يوسف. يعطيك ألف عافية. ما قصرت. الله يعافيك. انتظرونا في حلقة جديدة وصحة على قلوبكم وهنا وعافية. في أمان الله.